بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس. هناك إشارات قرآنية لوجود نظام رقمي في القرآن. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه السورة والآية آية سورة النساء آية 82. أيضا في هذه الآية نلمس دعوة لنتأمل ظاهرة التناسق في القرآن وتمييزها عن ظاهرة الاضطراب والاختلاف في كلام البشر، لنخرج من ذلك بنتيجة، وهي أن القرآن كلام رب البشر تبارك وتعالى، والله أعلم.